أغلى حد هلا ما حدا مرق، والجو شوب كتير والشمس سيحت لي مخي من الصبح. بدي اسألك أغا، ضل واقف هون ولا أرجع؟ لا خليك كمان شوي وخلي عيونك 10/10، دير بالك أحسن ما أعمل لك شي قصة. لا ولا يهمك أغا، ما رح خلي الطير الطاير يمرق من هون. حتى رجب إجا وقال لي هالحكي. ها شو قال؟ قال لي إنه ما حدا بيمرق من هون. وهو شو كان عم يعمل هنيك؟ إجا ليدعي لسته والأموات قريبينه. هيك لكان انت بتستنى هنيك لحتى حكيك سكر. حبيبتي اهلا وسهلا. بده يوقف قلبي، خفت حدا يشوفني. مستحيل اجي لعندك مرة تانية. ما تشغلي بالك، ما رح يصير شي رؤي. لا تكون كذبت علي مشان تجيبني على البيت. لا شو هالحكي ملك، انا ليش لحتى اكذب عليكي؟ الله اعلم. شبكي حبيبتي؟ عيب عليكي تقولي هيك. عادي ليش واقفة؟ شو بتحبي تشربي؟ شكراً ما بدي اشرب شي، بدي امشي رأسا. شو يلي عم تقولي يا روحي؟ هاي اول مرة بتجي على بيتي. يلا لا تزعليني منك، عادي كأنك ببيتك. ايه؟ رح اعمل شي نشربه. يعني قامت القيامة، نارين وفتون اتخانقوا وعلقوا سوا. حبيبتي يا روحي تركينا منهم. قليلي نحن امتى رح نتزوج؟ انا بدي واكتر منك، بس ما بعرف اذا رح نقدر. وليش لحتى ما نقدر؟ انا رح روح اطلبك من اخوك مثل السبع، ورح نعمل عرس تحكي فيه الضيعة كلها. وبعد فترة انا شو رح تساوي بعد فترة؟ بتجوز عليكي شي 3 نسوان ومنعيش كلياتنا بسعادة مع بعض. رجب بلا غلاظة. لك عم بمزح معك يا بنت، بعدين ايدك تقيلة. احط عقلك براسك وبلا مسحك. يلا لازم امشي. لوين رايحة؟ ابقي شوي كمان حبيبتي، الله اعلم امتى رح شوفك مرة تانية. رجب اتركني الله يخليك. اذا ما قلتي لي بحبك ما بتركك. ما انت بتعرف خلاص. لا أوليا، قلي لي إنك بتحبيني. بحبك فوق ما بتتصور. شو هاد رجب؟ مين هون؟ افتح، أنا الأغا. أنا أخي. خلص لا تخافي، فوتي على المطبخ. ليش ما فتحت بسرعة؟ ما تواخذني يا أغا، كنت بالتواليت العفو منك. عنا تواليت بالقهوة، ليش اجيت؟ الله يديم العافية عليك يا أغا، بس أنا اليوم أمعائي تعبانة شوي. ولك أنا كم مرة قلت لك لا تترك القهوة وتطلع؟ كانت حالتي بالويل عدنان بيك. يلا منرجع. لوين نرجع؟ تعال أقول لك، بدي أحكي معك كلمتين عرواء. شو لا في حدا عندك بالبيت؟ لا يا أغا، هدول موجودين من امبارح بالليل، كنت تعبان وما قدرت اطلب. مبين لا تشرح لي. انت شو كنت عم تعمل اليوم بسفاش خان؟ رضا هو يلي قال لك. امبارح بالليل شفت ستي بالمنام، قلت له روح زور قبرها واقرا لها الفاتحة. يا الله يرحمها. شكرا أغا. انت دايما بتروح لهنيك؟ لا والله اغا، ليش لحتى روح لهنيك؟ وقت شفتها بمنامي قلت لروح ادعي لها حرام، وبعدين حسيت قلبي انقبض لهيك اجلتها. ايه يلا اعمل لي قهوه ليروق مزاجي. خلينا نروح على القهوه يا اغا، البنيه اللي هنيك احسن من اللي عندي. تركني هلا من احسن ما احسن، قلت لك اعمل بتعمل. امرك اغا. رجب لك شو صار بفنجان القهوة؟ ليكني يا أغا تفضل. يلا ببوس إيدك روح من هون.
ليش ما عم ترد على الموبايل؟ مين عم يتصل؟ هذا صديقي بالعسكرية، هلأ مالي فاضي أحكي معه بالمرة. أنت كم موبايل عندك؟ اثنين. شو السبب؟ صارت شغلة مراهنة بالقهوة، ترهن أنا وواحد صديقي على قصة، ووقتها أعطاني موبايله مشان الرهن. أنت كمان في وراك قصص مخباية ومع الوقت منعرفها. وليش بقى؟ شو عملت أنا؟ أختي أنا أجيت. وينك أنت لهلأ؟ لسه عندك دوام لهالوقت؟ نيبال شو عم تعملي؟ بدنا نروح من هون. ليش؟ كيف يعني؟ انتي مو عأساس وعدتيني؟ مو قلتي لي ما عاد ننتقل ورح نبقى بهالبيت؟ مو عأساس دراستي حكملة؟ ما بدي اسمع انه تركت القهوة وطلعت، والا باخذها منك وبعطيها لحدا تاني، عم تفهم؟ ايه فهمت يا اغا، لا تشغل بالك. مين جوا ولا؟ عم اقول لك مين عندك يا رجب؟ لك عم اقول لك مين بالمطبخ؟ في صاحبتي يا أغا، ما قلت لك. ولك شو يعني ما فيك تتسلى بالليل انت ها؟ تترك القهوة كل نهار من شان البنات؟ مبسوط هيك؟ ها؟ ايه كيف؟ تمام أنا جاي فورا. مشي. نشكر الله. لو انه عدنان مسكني اكيد كان قتلني. خفت كثير يا رجب. خلص حبيبتي مشي. حسيت حالي رح اموت للحظة، على الأخير انقطع نفسي. خلص روقي حبيبتي، خدي شفة مي. أنا ما عاد إجي على بيتك أبداً. تمام لا تجي. رجب، ما عاد فيني أتحمل هالوضع، ما شفت شو صار. أنا شو أعمل معك؟ ها؟ شو بدي أعمل؟ عم أقول لك أتقدم وأطلبك من أخوكي، تقولي لي لا، استنى شوي، خليها لبعدين. قولي لي شو أعمل؟ أنا يلا رح روح، هلأ أمي بتكون جنت علي وبيكونوا البنات إجوا كمان. شو هاد يا ربي؟ خليكي شوي كمان. ليش؟ ما راح بسرعة بعد ما حكى؟ ما قلت لي إنه خبروه من المعمل؟ يعني قلت بجوز هيك كان مبين. رح روح، أكيد المعمل أنا ماشي. مثل ما بدك. بدي أنا ضمك قبل ما تمشي. شو هذا رجب؟ كتير معصبة منك. شوف أنت أصريت نلتقي هون وإجا أخي طب علينا مشانك. اوعك تخاف، خلص الدكتور صار عندها. ليلي التيتا رح تطيب؟ أكيد رح تطيب حبيبي، لا تزعل. هي صارت أحسن وإن شاء الله بتصحصح هلأ. أمي أمي، وين أمي؟ شبه؟ صارت أحسن ومع الدكتور كمان. دكتور قلي أمي كيفها؟ هلأ منيحة، ضغطها عالي شوي. الله ستركم بالقصة، الست فتون عملت كل شي لازمها قبل ما أجي، وإلا كان صار لها مضاعفات كثيرة. دكتور قلي رح تقدر تقوم مع هيك؟ السيروم هلأ بإيدها
وبس يخلص بتقوم، بس لازم تبعد عن الضغط والزعل. إن شاء الله دكتور، شكرا لك. عليها العافية. الله يعافيك. بعدين بنبقى نشوفها جواد، خليها تبقى لحالها شوي ماشي؟ ماما كيفك؟ منيحة الحمد لله، نشكر الله. موتينا من الخوف يا ستي. آه بلال يا روح ستك أنت، أوعى تخاف، لسه في اللي بهالدنيا لقمة أكلها وشربة مي أشربها. خفت يصير لك شيء وعقلي طار مني، ما عرفت كيف وصلت لهون. يعني كان لازم يصير هيك فيني مشان تعرف قيمتي يا عدنان. شو هالحكي أمي؟ أنت بتعرفي إنك تاج راسي، أنا دايما كنت فضلك على أبي، مزبوط ولا لا؟ شوف معناها ما بصير توترني. تمام أمي، تمام. شو إنه جواد راح مع أمه؟ لا برا. روحوا جيبوا لي إياه لعندي، خليني شوفه. لك أمي شو بدك فيه لهالولد هلا؟ استني شوي لتتحسني على قليلة. بلال لوين ابني؟ بدي اتمشى. هذا ليش عم يتغالظ؟ هود احفظي بالحرف كل شي بدي اقلك اياه، دورت على البنات وما لقيتهم. عايدة ومايا جنيتي، وبعدين مرقت لعندك وانت قعدتيني لتشوفي لي الفال. لك هلأ شو بدك انت؟ ليش؟ إذا حدا اتصل قولي هالحكي تمام؟ ايه شو ماما؟ تعي. خلص ماما وقف بس دقيقة. امي بدها الولد. مالك وينها؟ طلعت مشان تشوف بناتها لفوتون خانو، كل هالوقت ولهلأ ما اجت. شو هي مجبورة تروح تشوفهم؟ ليش أمهم شو عم تعمل؟ خلص عرفت لها العيشة كلياتها. جواد ابني يا روحي انت، يا روح ستك يا عيوني، يا حلو يا روحي يا قلبي. جواد يلا نشكر الله لأنه طبتي. جواد انت حكيت يا ابني مو؟ شلون؟ قل لي اياها مره تانية يا ابني. نشكر الله انه طبتي. اخ يا روحي انت تقبر قلبي ان شاء الله، الف الحمد لله يا ربي. شوفوا اتاري ابني طلعوا حكياته حلوين كتير مثله هو، انا رح اكل هالسان اللي عم يقول لي ستي يا جواتي يا روحي انت. طبعا شايفه كيف؟ اصلا لما وقعتي واغمى عليكي وقتها حكى هالولد. عم تحكي صح؟ ايه صح. شوفوا يا الله معناها انا بدي انبسط لانه مرضت. والله ونحن شو مشاننا؟ روحنا كانت بدها تطلع مو نارين؟ مزبوط يا تسنيم. جواد يلا خلينا نمشي. يا روحي خلص ما عاد امرض ابدا. جد عم تحكي؟ يلا تعال نروح مشان ستك ترتاح. يا فتون انتوا رح تبقوا ما هيك؟ بس تتحسني منقعد ومنشوف. ألف حمد وشكر لك يا ربي اللي ورجيتني هالولد رجع يحكي هلا. مرت عمي شفتي شلون انزعجت منك؟ ايه بسيطة، تفتحت جروحاتها اليوم ولبين ما تقدر تنسى رح يصير معها هيك شغلات. لك دخيلة هي وجروحها اللي شكله ما رح يطيبوا بنوب، دائما معصبة ودائما عم تجقر. ولك تسنيم انت عم تدوري على فرصة مشان تخربطي الأمور؟ يا الله شو هالحكي؟ يعني بعد كل شي عملته سلفتي فتون هيك بتحمل حالها نارين وبتطلع؟ بصراحة مو حلو هالتصرف أبدا. ليش شو عملت لي فتون؟ انت طبعا ما بتعرفي، ما كنتي وعيانة وقتها،
الدكتور بذات نفسه تفاجأ، فتحت تمك وحطت على راسك تلج وعطتك الحباية هي اللي أسعفتك. بس ما حدا خبرني هيك شي. ايه طبيعي مرت عمي، كلهم معادينا لهالمرة وما بعرف ليش. شوفي رح قلك شغلة وما تزعلي، نارين كنتك قدام فتون ما بتجي نقطة بحرة. ماما لو كان صاير لك شي أنا ما كنت سامحت حالي أبداً. بنتي ليش أنت شو ذنبك؟ وبعدين أنا أساساً ضغطي صار له كم يوم عم يرتفع. ولو كان لازم كون معك بهالوقت. أنت شو عملتي؟ شفتيهم للبنات؟ أي بنات؟ بنات فتون. أنت مو طلعتي للدوري عليهم؟ إيه شوفي ماما دورت عليهم بس ما شفتهم. رح روح لحتى اجيب لك مخدة اريح من هي. لا لا هي منيحة، انت روحي جيبي لي عصير برتقال لاني عطشت ونشف حلقي. ماشي ماما. خبريني امي تاتا حطيب ما؟ طبعا رح اطيب يا روحي، أكيد رح أطيب. لك شوفي حكمة الله، بجوز لو ما وقعت مرت عمي وأغمي عليها ما كان جواد حكى. شو لا في حدا عندك بالبيت؟ لا يا أغا هدول موجودين من امبارح بالليل، كنت تعبان وما قدرت ضب. ملاك انت وين كنتي؟ كنت برا البيت عم دور على البنات. دوري على البنات؟ ليش ما عم ترد على الموبايل؟ مين عم يتصل؟ هذا صديقي بالعسكرية. هاتي الموبايل أشوف. اللي عم بدي هي هدى. هاتي عمل لك. عمل لك والله هدى. خرسي على الأخير لنشوف إذا كانت هدى فعلا. ملك شو طمنيني وصلتي؟ ولك انا اذا موتتك قليل ولك انا بفرجيكي وانا موتك قلبي انا بفرجيكي. يا رب بدو عم تبكي يا حقيره كذابه كذابه بفرجيكي والله اللي بفرجيكي. تعي لهون عم تشوفي بنات وعم تبكي كمان الك وش الك عين. شو هذا اللي عم تعمله؟ انتي خلصتي ما دخلت. يا الله يا الله يا الله. شو كيفك اليوم؟ كيفني؟ ماشي الحال. شو الاخبار عندك؟ ستي وقعت واغمى عليها، ارتفع ضغطها قبل شوي. سلامتها. طيب هلا منيحه؟ ايه منيحة ماشي الحال. وهلا عم تدلل جواد. بيكونوا النسوان خافوا ما هيك؟ ملك نارين والبنات؟ الكل خافوا، فكرناها رح تموت. الله يحميكم ويخليكم. بلغ سلامي للكل عندك وقول لهم عفاية، يعني لملك ولأمينة ولأهلك. تمام تمام بيوصل. يلا ساعدني بلال خلينا نفتح لتمه. تمام وهلا كمان ساعدني بدنا نفتل على الطرف. صحيح بلال انت في عندك اخوات، ليش ما حكيت لي عنهم ابدا؟
شو اللي خطر عبالي؟ رتبت الملفات وشفت اوراق نقلهم. اول وحدة اسمها عايدة، والتانية يمكن تذكرت مايا شماردي، ومكتوب اسم ابوهم مراد.